ومن العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا السيد أكرم سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي. أهلا بك معنا سيد أكرم. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع مع المبعوث الأمريكي في محاولة أخيرة لمنع التصعيد في شمال لبنان. إلى أي مدى أنت تتفق مع هذه المحاولة وجدية هذه المحاولة في الوقت الذي يعني ترجح فيه المصادر الإسرائيلية بأنه هناك تراجع لفرص التسوية في هذا الشأن؟ نعم، كما تفضلت، يعني هي محاولة لكنها محاولة جدية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها التورط في حرب الآن، ولا تريد الحرب الشاملة. وهي نصحت يعني الإسرائيليين على لسان أكثر من مسؤول، أولا على لسان يعني رئيس المنطقة الوسطى الجنرال الأمريكي مايكل كوريلا الذي زار جبهة الشمال، وثانيا على لسان كيربي وغيره من المسؤولين. هم يقولون بشكل واضح للإسرائيلي أن نعم هم يعلمون ولا يعني يشكون في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يتجنب الأضرار الكبيرة التي ستلحق به جراء الحرب إذا ما فتحت الحرب الشاملة. إذا ما فتحت الحرب القوات الإسرائيلية لا تستطيع أن تتجنب العواقب التي قد تكون وخيمة بالنسبة للداخل الإسرائيلي، لكن إذا يعني هذه معلومات، لماذا المصادر الإسرائيلية تقول وتتكهن بأن الفرص ضئيلة بحسب ما جاء فيها؟ يعني لأنه هناك موقف حازم من قبل حزب الله بأنه لا مجال للنقاش حول أي وقف لإطلاق النار أو صفقة على جبهة جنوب لبنان قبل وقف العدوان على غزة، وبالتالي الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق الضغط لوقف هذه الجبهة. لكن يعني ما يريده الجانب السياسي المتطرف، يعني بنيامين نتنياهو مع سموتريش مع بن غفير، هؤلاء يعني يريدون بشكل جدي وبشكل قوي جدا الذهاب إلى توجيه ضربة كبيرة للبنان. لكن الجانب الآخر جالنت، ونحن سمعنا وحضرتك يعني هلا تحدثتم في التقرير عن تهديدات نتنياهو لجالنت بالإقالة، لأن جالنت رجل عسكري، جالنت يعلم حقيقة ما يوجد في الميدان، جالنت يعلم أن لا قدرة للجيش الإسرائيلي الآن على خوض حرب برية على لبنان، وأن الحرب وتصعيد الحرب بواسطة الطيران فقط لن يحقق الأهداف المرجوة، على العكس هو سيستدرج ردا قاسيا وقويا من حزب الله على كل المستوطنات الشمال، على تل أبيب، على أهداف حيوية داخل إسرائيل. وبالتالي كما قال الأمريكي في نهاية هذه يعني الجولة، ستكون إسرائيل مجبرة على الذهاب إلى المناقشة الحلول الدبلوماسية نفسها التي تتم مناقشتها الآن. إذا ما الفائدة وما يعني النتيجة المرجوة من المغامرة بهذا الشكل الذي لن يحقق أي أهداف إيجابية لإسرائيل؟ الهدف الوحيد الذي يمكن أن تحققه الحرب على لبنان هو أن يستطيع نتنياهو أن يلفت أنظار المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي نحو جبهة لبنان، يعني يخفي ما يقوم به من جرائم ومن مجازر في غزة، وليغطي على الإخفاقات التي مني بها الجيش الإسرائيلي في غزة خلال عام كامل، بحيث أنه لم يحقق أي من الأهداف. هو لم يحقق أي من الأهداف سيد أكرم. لكن على ذكر غزة، يعني هي الجبهة الشمالية في لبنان كان في أساسها هي الجبهة في غزة، ما هو تأثير هذا على الجبهة في غزة؟ يعني أعتقد عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه يحتاج إلى كتيبة أو كتيبتين أو ثلاث كتائب لنقلهم إلى غزة، ثم عندما يتحدث في الآونة الأخيرة أنه نقل مركز ثقل القوات من غزة إلى جنوب لبنان، هذا يعني أن هذه الجبهة خففت كثيرا عن غزة. أولا النقطة الأهم من الموضوع العسكري، النقطة المهمة هي أن
نتنياهو منذ بداية هذه الحرب أراد أن يصور أنها معركته مع حماس، وأن لا علاقة للفلسطينيين بها، وأن لا يعني هو دائما في كل خطاباته وفي كل إطلالاته يحاول أن ينفي وجود القضية الفلسطينية من أساسها، ولا يعترف بوجود قضية فلسطينية ولا بوجود شعب فلسطيني، وهو يحاول تصوير الفلسطينيين كمجموعة إرهابيين مخربين يحاولون أن يعتدوا على إسرائيل، وأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها. هذه هي السردية الإسرائيلية التي يحاول الترويج لها ويروجها له أيضا الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي. لكن الحقيقة يعني عندما فتحت جبهات الإسناد أكدت أن المعركة ليست معركة حماس، أن المعركة هي معركة قضية أساسية، كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري عندما زار بيروت قال فلسطين هي قضية العرب الأساس، ولا سلام في فلسطين ولا سلام لإسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية. أعتقد هذا هو الإنجاز المهم الذي يعني كان نتيجة فتح جبهات الإسناد خاصة جبهة لبنان. نعم، بشكرك شكر جزيل، كنت معي من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أكرم السريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، شكرا جزيلا لك.